من استديوهات أورينت في اسطنبول، مساء الخير. 24 ساعة إذا مرت على الحادث الذي وقع، إذا صحت تسميته بحادث، في هذا الاستديو ضمن برنامج تفاصيل قبل 24 ساعة، ربما ببضع دقائق فوق تلك الساعات، كان الزميل أحمد ريحاوي قد بات موقوفاً نتيجة شكوى تقدم بها يلمز الذي كان ضيفه في حلقة برنامج تفاصيل. بعد ذلك تقريباً بساعة أوقف أيضاً مدير قناة أورينت علاء فرحات، لكن وفي تطورات الساعات الأخيرة أيضاً قال القضاء التركي كلمته. لا افتراء إذن، لا كذب، لا أخبار مضللة ولا أخبار كاذبة، قال القضاء و رفض الشكوى التي تقدم بها أوكتاي يلماز بحق الزميلين علاء فرحات وأحمد ريحاوي، وهما في طريقهما كما يأمل جميع الصحفيين في أورينت وكما يأمل جمهور واسع من السوريين المنتشرين داخل سوريا ولاجئين في تركيا وغيرها من دول العالم، أن يكونا في طريقهما إلى منزلهما أو منزليهما وعائلتهما وإلى عملهما الصحفي الذي لم يخترقا فيه لا خلال حلقة الأمس ولا خلال سنوات من عملهما كصحفيين أي معايير مهنية، كما كان حدث في حلقة أمس التي اشتكى فيها يلمز من أن الحلقة مست بالدولة التركية، وهو أمر لا يمكن أن يقف عنده صحفي سوري بالذات بعد سنوات عانى فيها معاناه مثله مثل الشعب السوري من ظلم واضطهاد. تهمة ردها القضاء، وتهمة ربما كان من السهل جدا توجيهها إلى أي صحفي أو إلى أي سوري أو إلى أي لاجئ، لكن بكل الأحوال ما الذي حدث في الساعات الماضية؟ تغطيتنا من أورينت مستمرة لهذا التوقيف للزميلين علاء فرحات وأحمد ريحاوي، أهلا بكم. وبداية في هذه التغطية أرحب بمدير فريق محامو أورينت المحامي محمد علي آر تي في الذي ينضم إلينا عبر سكايب. أستاذ محمد أهلا بك كمدير لفريق محامي أورينت، اليوم تابعت مجريات ربما هذا اليوم الطويل عليكم وعلى الزملاء وعلى الصحفيين وحتى على كل من تابع ما جرى في الساعات الماضية تماماً، ما الذي جرى في قاعات المحكمة وكيف وصلنا إلى رد الشكوى التي تقدم بها أوكتاي يلماز؟ Öncelikle hoş bulduk. Evvelen şeşkurukum ala da'va fil ems ve kana hunaka برنامجا استضاف السيد أحمد الريحاوي ضيفه، وكان السيد طبعا أوكتاي يلماز، وكان هناك سجالا حادا بينهما، وبناء على هذا السجال كان هناك شكوى قدمت من قبل السيد أوكتاي يلماز بحق مذيع السيد أحمد الريحاوي وأيضا مدير القناة السيد علاء. الشكوى مثل ما قلنا كانت قدمت بحق المذيع ورئيس أو مدير القناة ومعد البرنامج في ذات الوقت، ف كان هناك استدعاء لهما من قبل طبعا المدعي العام، وأولا نقلوا إلى المخفر وتم استطلاع طبعا البيانات الأولية منهما وعما حدث في الأمس، وفي الساعة المسائية تم نقلهما إلى القاضي المناوب وتم عرض المشكلة التي حصلت طبعا من كافة الجوانب بين المذيع والسيد أوكتاي، و تم طلب الوثائق ومضمون البرنامج من قبل القاضي ليطلعوا على المحتوى، وبناء على ذلك كان سيعطي القاضي طبعا القرار،
ونحن قمنا بدورنا بتزويد استزويدهم بهذه الوثائق التي طلبت منا، وتم الاطلاع على هذه الوثائق التي قدمناها، والقاضي استجاب للاعتراض اعتراضنا برفض طبعا الدعوة، واستجاب وأيد هذا الاعتراض وقرر برفض الشكوى. ما هي الشكوى تحديدا التي تقدم بها يلمظ أستاذ محمد؟ Şimdi şikayetin içinde ne var bu şikayetin? Şikayet bizim 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun وفقا لقانون العقوبات التركي والمادة 217 البند ألف، وهو الذي طبعا البند الذي يعاقب الأشخاص الذين يستهدفون الدولة التركية، و عقوبة السجن تتراوح من سنة من عام إلى ثلاثة أعوام، نحن طبعا السيد علاء تم معاقبته أيضا وفقا للمادة المتعلقة بتضليل الرأي العام بالمعلومات المغلوطة، وبسبب ما تم ادعاؤه بأنه أخبار كاذبة يتم نقلها من خلال محطة التلفزيون، هذه العقوبة طبعا يعني كانت من المفترض أن تطبق على الأشخاص الذين يرتكبون هذا الجرم، ولكن القاضي طبعا لم يوافق ولم يؤيد هذه الادعاءات، وأعلن بأنها هذه الشكوى لا تتناسب ولا تتماشى مع ما تنصه هذه المواد في قانون العقوبات التركية، وقرر رفض الشكوى ضد المقدمة ضد أحمد ريحاوي وعلاء فرحات، وأنهما قاما ب أخبار متناسبة مع هذه القوانين ولا تتعارض معها، ولا يوجد في برنامج الذي تم السجال فيه طبعا مضمون يتعارض أيضا مع هذه المواد القانونية، وتم استبيان الأرقام حول المذكورة طبعا في البرنامج والمصادر التي أخذوا منها هذه المعلومات والمعطيات، وكيف صاغوا الأخبار، ومن أين أتوا بالأسئلة، وكمصادر طبعا مصادر معلومات، وتم رصد كل هذه المعلومات من خلال التحقيق الذي جرى معهما، ومن ثم القاضي أعطى قراره في رفض هذه الشكوى. طيب ما هو الوضع القانوني للزميلين علاء وأحمد الآن؟ يعني إذا كان القاضي رفض الشكوى، ما هو الإجراء القانوني القادم الآن؟ ما الذي نتوقعه الآن أو تتوقعوه في فريق محامو أورينت؟ الآن تم إطلاق سراحهما، ولكن التحقيق مستمر طبعا، وفي هذه المرحلة لا يوجد قيود على حريتهما، وطبعا ستستمر هذه التحقيقات حتى نرى بأن القضاء سيعطي قراره النهائي بإنهاء هذه القضية أو الاستمرار في التحقيق فيها، ولكن ممكن أن نقول أنهما الآن أحرارا وأطلق سراحهما من قبل المحكمة، ونقول بكل أريحية أنهما تبرأ من أي تهمة تم توجيهها لهما،
وأنهما لم يرتكبا الجرائم المنسوبة لهما، وهذا القرار قرارا طبعا يرفض يعني بمضمونه التهم التي أسندت إليهما. لكن ما الذي يعنيه وأنت تعلم ربما أن حالات كثيرة عندما تعلن المحكمة سواء براءة المتهم إذا كان لاجئا سوريا أو رفض الشكوى وينقل إلى شعبة الأجانب، هنا تكثر المخاوف من أن يواجه ربما من رئاسة الهجرة عملية ترحيل أو عملية احتجاز تستمر طويلا، هل لديكم هذه الخشية من مراجعة شعبة الأجانب؟ في الظروف العادية وكان حقيقة صحفيا أيضا من أورينت سابقا، كان أيضا وجهه إلى إدارة الهجرة سابقا، تم إسناد بعض التهم ضدهم، وكانت مرحلة أيضا إدارة الهجرة صعبة في ذلك الوقت، وتم فتح رفع قضايا ضدهم، وتابعنا هذه المرحلة معهم، ولكن الآن وحسب طبعا ما أرى بأنهما لن يكون هناك إبعاد لأحمد أو علاء من تركيا على الأقل في هذه الفترة في طيلة استمرار التحقيق، وممكن أن يصدر تحديد لتحركاتهم في تركيا، أو ممكن أيضا أن يصدر قرار بإلزامهم البيت، أو طبعا ممكن أن يصدر قرار متعلق بترحيلهم. طبعا كما تعرفون أن هناك دوام ساعات دوام معينة، والآن هم في طبعا في إدارة الهجرة، وأعتقد بأن الموضوع سيتم إرجاؤه إلى الغد. و إذا صدر قرار الترحيل أعتقد بأنه سيرجى العمل فيه أيضا لفترة إضافية، لا أفكر أو لا أرى بأن سيكون هناك ترحيل لهما، وأتوقع أن تستضيفونهم في الغد في نشرتكم المسائية على الهواء. يعني مطمئن لما يمكن أن يحدث يوم غد أو في الساعات القادمة. أزمان بيزا böyle umut veriyorsunuz yarınla ilgili çıkabilirler diye. Evet umutluyuz. نعم نحن متفائلين حقيقة. طبعا عندما تكون هناك محاكمة وتحقيق تعرفون الوقت ربما يعني يمر، وربما تتأخر بعض الإجراءات، إطلاق سراحهما ربما تأجل بسبب قرارات إدارية معينة، ولكن أنا أطمئنكم. المحامي محمد علي آر تي في مدير فريق محامو أورينت، شكرا جزيلا لك ويعطيكم ألف عافية على كل جهودكم خلال هذا اليوم ومنذ ساعات الليلة الماضية، شكرا جزيلا. أنا أشكركم جزيلا. إذن ما هو المشهد الآن؟ كيف يمكن تفسير كل ما حدث؟ عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان ينضم إلينا من فرانكفورت. أستاذ عبد الكريم مساء الخير، ما قراءتك لكل ما حدث خلال آخر 24 ساعة مع الزميلين علاء وأحمد؟ تحية لك وللسادة المشاهدين، والحقيقة أنا سعيد جدا بالأخبار المفرحة
بإسقاط الدعوى عن الزميلين أحمد وعلاء. حقيقة ما جرى بالأمس يعني يمكن القول عنه بأنه يعني نزعة قومية أو عنصرية من الضيف التركي تجاه الإعلامي أحمد ريحاوي. أنا كنت متابع للحوار. الإعلامي أحمد ريحاوي لم يخرج خارج نطاق يعني المهني على الإطلاق، كان يعني يمتص غضب هذا الضيف إلى أبعد حدود، كان يحاول السيطرة على الحلقة وهذا حقه كإعلامي، كان يقود الحلقة بشكل مهني عالي، ولكن للأسف يعني الضيف استمر باستفزاز ويعني الكلام بطريقة غير منطقية وغير أخلاقية على الإطلاق، ويعني لاحظنا جميعا إصراره على كلمة من أنتم من أنتم من أنتم. ما كان من الزميل أحمد إلا أن يعطيه الخيار إنه أن يغادر أو يتكلم بأدب يعني، واختار المغادرة الحقيقة، وشفنا تصرفاته على الهواء مباشرة كانت تصرفات غير محسوبة وغير منطقية على الإطلاق، ولا تمت لسياسي ودبلوماسي كأوكتان يلمز يعني له خبرة وله باع طويل في وتسلم مناصب كبيرة في تركيا أن يتصرف بهذه الطريقة. لكن من ناحية أخرى يعني يجب أن نفهم أن الأتراك بشكل عام عندهم حساسية مفرطة تجاه ما يتعلق بالدولة أو بمؤسسات الدولة أو بما يتعلق عندما يكون الحديث عن انتقاد صريح للدولة. لكنه لم يكن يعني هون اسمح لي أستاذ عبد الكريم، لم يكن انتقادا للدولة، يعني حتى في المقدمة التي اعترض عليها يلمز كان النص واضحا بعض عناصر الجندرمة، لم يأتي على ذكر لا دولة ولا حكومة ولا جمهورية تركيا، كان يتحدث عن بعض عناصر الجندرمة بناء على بيانات موثقة، حتى أن رابطتكم وثقت كثير من هذه الحالات. نعم للأسف الضيف لم يفهم هذه المقاربة، واعتبر أن الحديث عن جزء من الجندرمة وهي الجيش هو يعني انتهاك وخط أحمر ولا يجب السكوت عنه. علينا شكرا جزيلا لك عبد الكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من فرانكفورت، وما كان يقوله عبد الكريم ريحاوي حول المهنية التي تعامل بها أحمد ريحاوي خلال الحلقة هو ما قاله أيضا بسام برابندي الدبلوماسي السوري في رسالة تضامن مصورة أرسلها لأورينت وتحديدا للزميلين أحمد وعلاء. مخاب به العزيز والصديق أحمد ريحاوي كان في منتهى المهنية، لم يتجاوز أي خطوط، لم يسيء إلى الدولة التركية. أنا أتضامن معه، أدعو جميع الأشخاص والسوريين التضامن معه بشكل علني. حرية الصحافة ليست جريمة وليست كراهية وليست إلا أداة للتقدم نحو الأمام للمجتمع التركي وللمجتمع السوري. أدعو الجميع أن يتضمن معه، أتأمل إن شاء الله أن يكون القضاء التركي منصف ويقوم بإطلاق سراحه وتعويضه إعلاميا على الأقل، أنه لم يسئ للحكومة التركية ولا القوانين التركية، وأتمنى أن نستطيع أن نساعده بأكثر من هذا الفيديو. الكثير من الأخبار المتعلقة بيلمز نفسه انتشرت خلال الساعات الماضية، نشرنا بعضها عبر أورينت ويتم التحقق من صحة بعضها الآخر، لكن هل كان تصرفا مبيتا مسبقا نية كما رأى البعض، أم أنه كان ردة فعل غاضبة للحظة ما لم يستطع أن يسيطر على نفسه بعدها قبل أن يتطور الموقف إلى استدعاء الشرطة التركية؟ الكاتب والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول. أستاذ فراس، خليني بلش معك بهذا السؤال، مما شاهدته في الحلقة ومن 4 دقائق تقريبا في تصرف وكلام واللهجة التي استخدمها يلمز في الاستديو، هل ترى أنه كان من الممكن أن يكون فعلا تصرف مبيت؟
يعني صعب أن نحكم في هذا الأمر، يعني أميل إلى أنه ليس مبيت، يعني ربما لم يستوعب الكلام أو المقدمة التي أطلقها المذيع أحمد، وأيضا عدم استيعابه وفهمه لهذا المنطق خرجت منه هذه التعبير التي حقيقة ممكن نقول بأنها مرفوضة يعني بكل المقاييس وغير مقبولة، ولا أحد يقبلها ولن يقبلها أحد، إضافة لأنها تخالف القانون، يعني أضف على ذلك. لذلك أنا أتوقع أنها يعني لا أعلم أنها مبيتة، يعني أعتقد أن ردة فعله كانت غير منطقية أبدا وغير مقبولة، لا في الاستوديو ولا حتى ما بعد الاستوديو. أنا بالنسبة لي أرفض أن فليكن مشاجرة، يعني أنا بالنسبة لي أقول ولتحصل، وهذا يحصل في الإعلام، مشاجرة بين الضيف والمذيع وتصل إلى ما تصل إليه، بعد ذلك كل شخص يذهب في طريقه، هذا له رأي وهذا له رأي، لكن أن تذهب إلى الشرطة وادعاءات، ويعني هذا يعني ليست هكذا مساحة الإعلام في تركيا، والكل يعلم مقدار الاختلاف 180 درجة في الرؤى السياسية في الداخل التركي وفي كل العالم، يعني أيضا ليس فقط في تركيا. لذلك أنا أظن هو يعني خرج عن السياق القانوني. طبعا نحن أي شيء سيمس الدولة التركية طبعا سنرفضه، لأن في نهاية هذا خط أحمر، لكن عندما نرى أن الأمر يتحدث في قضية فيها نوع من الجناية، هذا قضية شخصية، نتكلم عن شخص أو شخصين قاموا بإجراء خارج القانون. وهنا اسمح لي بس أستاذ فراس نؤكد أن النائب العام في مدينة الريحانية التركية الحدودية مع سوريا فتح تحقيقا في الحادثة التي كانت موضوع النقاش في هذه الحلقة، وتم إعادة إدخال الشبان السوريين الذين تعرضوا للاعتداء لسماع إفاداتهم وأخذ إفاداتهم. هذه معلومات وصلتنا اليوم وكانت وصلتنا سابقا، إلا أن الجهة تماما أي أي نائب عام اليوم تأكدنا من أنه النائب العام في الريحانية. نعم، تركيا دولة قانون، وقبل قليل كنت أستمع إلى المحامي، الكل يعلم أن تركيا دولة قانون وفيها قضاء، ليس كل شخص يعني لديه شكوى أو أي شيء سواء محقة أو غير محقة، في النهاية هناك قاضي لديه أسس لقواعد الحكم وأسس للقوانين والدستور التي يعمل بها. ولذلك منذ يعني أنا قاعد ذلك منذ البداية، لأن وفق ما سمعته، لأن تم يعني سؤالي حقيقة في هذا الأمر حول ماذا حصل وهل تستوجب، فعندما استمعت إلى يعني الدقائق الأولى وإلى آخره، يعني كانت هكذا طبيعة الحلقة، هكذا طبيعة البرنامج في والكل يعلم ذلك. يعني السيد أقطاي هو ليس أول مرة يذهب إلى أورينت، ويعلم أن أسلوب أورينت في المخاطبة والبرنامج يختلف عن أسلوبه في قناة أخرى، ولذلك كان لابد من الاستيعاب والتقبل وعدم القبول، بالذات أنه يعني ضيف يعني شارك في هذا البرنامج سابقا. نعم، يعني هو ضيف وضيف على كل القنوات والكل يعرفه، لذلك في أنا أظن أن كان عليه أن يستوعب أكثر بهدوء الأمر. إذا رفضت الأمر بإمكانك أن تنسحب من الحلقة، وأنا لا أقبل هذا الكلام وهذا الدعوة وتنتهي، بإمكاني كان هذا. لكن أنا أظن ليجب يعني أو لنقول لنعتبرها أصبحت مشاجرة بين طرفين وانتهت، لكن كان لا يجب الذهاب إلى قضية الشكوى، لأن هذا سيؤثر حقيقة يعني على يعني عليه نفس شخصه، يعني الناس الآن بعد ذلك كيف ستقابله، هو كيف سيقابل الناس حتى لو كانت لديه وجهة نظر، الكل سيرفض. نعم، أنا أتقبل الشجار في داخل الاستوديو وهذا شيء طبيعي مهما بلغ هذا الشجار، لكن الذي لا أتقبله مثلا أن تذهب وتشتكي إلى الشرطة، ما علاقة هذا بهذا؟ يعني الموضوع هكذا خرج عن موضوع أنك إعلامي وهو يعمل في المجال الإعلامي ولديه يعني مكتب ومسؤولية في الإعلام هنا في تركيا، كان أظن كان يجب أن يكون أكثر هدوءا بعد الخروج من الاستوديو. في الاستوديو شيء طبيعي أن يغضب أو شيء، هذا حقي، لكن خارج الاستوديو كان أظن أن يجب أن يكون أكثر هدوءا.
وأنا لي رجاء آخر عند ونذكر أستاذ ربما فراس بأن القضاء التركي رفض الشكوى التي تقدم بها أوكتاي ألماس. شكرا جزيلا لك فراس رضوان أوغلو المحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. كان يبحث عن الحقيقة الكلام عن الزميل أحمد ريحاوي، أما قائله فهو القانون السوري البارز أنور البني، من جديد في رسالة مصورة تضامنية خاصة. كل التضامن مع الصحفي المميز أحمد ريحاوي الذي كان يقوم بواجبه في البحث عن الحقيقة، في البحث عن توثيق الانتهاكات، وقام بذلك بحرفية مميزة. وآسف جدا لرد فعل الضيف التركي، وآسف جدا لرد فعل السلطات التركية التي عوضا أن تقوم بالبحث عن هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها قامت باعتقال الصحفي الذي كان يبحث عن الحقيقة. كل تضامن مع صحفي أحمد ريحاوي، ونأمل بل نطالب السلطات التركية بإطلاق سراحه والتحقيق بالانتهاكات التي قامت بها الجندرمة التركية ضد المواطنين السوريين الذين يبحثون عن خلاصهم من محنتهم. أسد إلى الجولاني إلى عبدي والبقية، جرذان كبيرة غضت وتمكنت وحولت المجتمع إلى ما هو عليه. كما تشاهدون خلفي اليميني المتطرف راسموس بالودان قام بإحراق نسخة من القرآن الكريم بعد أن أخذ ضوءا أخضر من الحكومة السويدية. أم إن تجميل هذا النظام المجرم مهم في الخارج فقط، لكن بالنسبة للشعب السوري فلا أحد يهتم. مشاهدينا، هذه القضية كانت قد فجرها مؤخرا الأخ دياب الطلال هو وزوجته أمل شيخه. مرحبا بكم، ما زلنا في مدينة أنطاكيا لنرصد آثار الزلزال المدمر. في هذا المشهد خلفي هذا البناء يوجد هنا أمل أكبر. مررنا بمنزل، بهذا المنزل الذي تقطنه عائلة سورية، كما تشاهدون معي دمار هذا المنزل. هشام سكيف عضو المكتب السياسي في الجيش الوطني انسحب من الحلقة قبل أن نبدأ بها، إذا نعيد من البداية. نذكر بما قاله مدير فريق محامو أورينت خلال هذه التغطية لنا عن تطورات قضية الزميلين علاء فرحات وأحمد ريحاوي. إذن القاضي رد الشكوى التي تقدم بها أوكتاي ألماس بحقهما، والتي قال فيها إنهما نالا من الدولة التركية، رفض ذلك جملة وتفصيلا بعد أن شاهد كامل الحلقة التي انسحب منها ألماس خلال الليلة الماضية قبل أكثر من 24 ساعة الآن. الصحفي السوري عقيل أحسين ينضم إلينا من باريس. عقيل، تابعت معنا كل ما حدث منذ الأمس وتابعت ما قاله المحامي وآخر المعلومات، كيف يمكن تلخيص كل ذلك؟ ما الأبرز في كل ما حدث حتى الآن؟ تحية لك قصي وللسادة المشاهدين. في البداية دعني أعبر عن سعادتي الكبيرة بكل ما حصل. ربما تكون متفاجئ أن أقول أنني سعيد بما حصل، لأنني في الحقيقة فخور بهذا الموقف الرجولي والأخلاقي والإنساني للزميل أحمد ريحاوي في تصديه للخطاب العنصري الذي تفوه به أوكتاي يلماز في حلقة أمس. أنا الآن أتكلم بلسان حال الغالبية العظمى من السوريين، نشعر بالامتنان لزميلنا أحمد أنه لم يسمح لهذا السيد التركي بأن يتطاول على السوريين. قال له من أنتم وكررها، وكان يقول هذه الجملة بفوقية ويعني يشمل أكثرنا. ربما أنا أيضا يعني ألخص ما جرى بأن كان لدينا حادثة جنائية هي عبارة عن انتهاك موثق من قبل مؤسسات حقوق الإنسان على الحدود السورية التركية من قبل أفراد في الجندرمة التركية، تعاملت معها مؤسسة أورينت والكثير أيضا من الإعلام بالمطالبة بالتحقيق والكشف عن الجنات ومحاسبتهم. لم يتحمل الضيف التركي السيد أوكتاي يلماز أن يطالب السوريون بهذا الأمر، فعبر عن غضبه، ذهب بالأمر
خطوة إلى الأمام، هو لا يمكن أن يقول لك لن أسمح لك بأن تدافع عن نفسك وتطالب بحقوق أشقائك السوريين، وقال لك افترى على الزميل أحمد وعلى أورينت بأنها أساءت للدولة التركية. الآن القضاء التركي رد الاعتبار لأحمد ولزميل علاء ولأورينت ولنا كسوريين وللضحايا الذين سقطوا أو نالوا لحق بهم الانتهاك على الحدود السورية. قال لأورينت وللزملاء أنتم أبرياء، كنتم محقين. أيضاً المحامي النائب العام في الريحانية قال لأهل الضحايا وللضحايا أنكم محقين، قضيتكم قضية تستحق أن ينظر بها القضاء. إذن من الذي كان على حق؟ أورينت والزملاء كانوا على حق، الإعلاميين الأحرار في كل مكان الذين وقفوا للمطالبة بحق الضحايا على الحدود السورية التركية هم كانوا على حق. الذين صمتوا والذين برروا والذين تهجموا على الإعلاميين الأحرار وعلى الزملاء في أورينت هم الذين تبين أنهم مخطئون، ولن نقول أكثر من ذلك. هدول كتار عقيل، نحن ما كنا فاضيين نتابع للأسف. يعني أنا توقعت أنه لن يكون هناك أي أحد منهم، أنني لن أقرأ لأي أحد منهم أن يبرر وأن يتهجم على الزملاء لأنهم قالوا هذا الكلام وطالبوا بهذه المطالب المحقة التي أقرهم عليها القضاء التركي والدولة التركية والزملاء الأتراك الذين كانوا معكم قبل قليل. يعني آخر ما كنت أتوقعه في كل مرة يحدث فيها سجال أو جدل، يعني أتوقع أنه طبيعي يطلع في أصوات نشاز آراء يعني شاذة أنت لا تتوقع، لكن في هذه القضية لدينا ضحايا يا رجل، شاهد الجميع صورهم وشاهد الفيديوهات التي بثت للحظات تعذيبهم وموت بعضهم. آخر ما كنت أتوقعه أن نجد من يطالب بالسكوت عن هذه الجريمة وهذا الانتهاك. آخر ما توقعته أن أسمع أو أقرأ لأشخاص يتهجمون على الزملاء في أورينت أو يمكن غير يمكن أورينت. عادي، لكن في النهاية ما يدعو للسعادة أيضا عقيل هو القرار القضائي الذي صدر اليوم برد هذه الشكوى التي تقدم بها أوكتاي ألماز. عقيل حسين الصحفي السوري كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. ليس فقط تضامنا مع الزملاء صحفيي أورينت، إنما مع كل صحفيي العالم، هكذا ما قاله المحلل السياسي سامر خلاوي في رسالته التضامنية التي وجهها لأورينت. أدين وأستنكر الاعتقال الغير مقبول لمدير قناة أورينت الأستاذ علاء فرحات ومقدم البرامج الأستاذ أحمد ريحاوي، ومتضامن مع قناة أورينت ذات المصداقية والمهنية والحيادية، ومع الزميلين المعتقلين ومع كل الصحفيين الأحرار في العالم، وكلنا أمل بالقضاء التركي العادل الذي من المفترض أن يطلق سراحهم. الحرية الصحفية ليست بجريمة. وأرحب عبر الهاتف بالصحفية السورية هند بوظو. هند مساء الخير، شكرا لانضمامك لنا في هذه التغطية. كيف عم تتابع كل ما جرى حتى الآن؟ مساء النور. أولا أنا أنتظر بفرح انتهاء القضية بحق الزميلين وبحق الأورينت وبحق ما حدث بالأمس. كان خطأ فادح من الضيف، كان خطأ فادح لمن وضع السوريين بهذا الموقف. وأعتقد أنه باعتباره أنه هو محلل سياسي فهو بيدرك تماما ليش السوريين موجودين الآن بتركيا وليش هم موجودين بكل أصقاع العالم. هم قالوا كلمة واحدة، قالوا نحن بدنا كرامة. هاي الكرامة انتهكت بالاستديو من قبل الضيف. كان عليه انه يعي تماما ما معنى كلمة انتو اللي عم تاكلوا، انتو اللي عم تشربوا، انتو كذا. هاي لا يعني ما تصدر مع تساؤل من انتم؟ من انتم؟ من انتم؟ هاي الكلمة لا تصدر عن بمسؤولية من محلل يعتبر حاله محلل سياسي وبهين هو ما هان فقط قناة الأورينت، ولذلك الزميل أحمد ريحاوي ما كان عم يدافع عن أورينت ولا كان عم يدافع عن مدير القناة ولا عن شخصه، هو
هون دافع عن كرامة كل سوري موجود بكل بالعالم. نحن طلعنا بثورة لندافع عن كرامتنا، هاي بين قوسين وتحت منا مليون خط لمن يعي هاي الكلمة شو عملت فينا، شو ساوت بسوريين شردتهم، دفعوا ثمن دم من أنتم. نحن السوريين اللي حاولنا قدر أكثر ما بنقدر أن نكون ضيوف ملتزمين بأخلاقنا بقوانيننا بسلوكنا، لكن الضيف الأخ حولها لموضوع سياسي وكأنه عم ينطق بكلام المعارضة الموجودة بتركيا اللي الحكومة ترفض هذا الكلام. أعتقد يعني جازمة أنها البعض شاف هند أنه الأكثر تطرفا يعني أو الأكثر يمينا، المعارضة الأكثر يمينا، بتوافقي؟ أعتقد إيه، لا أعتقد، أجزم أنه هو هدف كلام تطرف وكراهية، خطاب تطرف وكراهية ويثير نعرات بالشارع. هو اللي أطلقه لمن قال من أنتم، يعني وتحرش بالضيف، بتحرش بالمذيع، يعني يكاد أنه يضربه. وشكرا للأخ أحمد ريحاوي لأنه هو ضبط نفسه. أنا بعي تماما، أنا لو كنت مكان أحمد كصحفية رح أعمل هيك، لأنه أنا برد بكرر وبقول أنا بدافع عن كرامتي، عن كرامة كل سوري موجود بالعالم كله رغم كل الضغوط اللي عم تتمارس علينا، لكن وقت بتصل الموضوع للكرامة لا، هون لا، هون بيعوا تماما أنه كان ممكن يكون الموضوع يأخذ منحة تاني. لكن برجع بكرر شكري للقضاء التركي على عدالة هذا القرار اللي اتخذ به. بالتأكيد هند، ونحن رغم سعادتنا وشكرنا لهذا القرار القضائي، لكن لازلنا ننتظر أن نراهما معنا على رأس عملهما، لأنه تعرفي أنه هن الآن في لسه مرحلة إجرائية قانونية نتمناها أكيد تكون هيك. إن شاء الله بيطلعوا بالسلامة. شكرا لإلهم لأنه هن ما سكتوا وما قالوا أنا ما دخلني وأنا سلامتي وأمني قبل كل شيء، لا، السوري عند المحك بيقول كرامتي ثم كرامتي ثم كرامتي. هند بوظو الصحفية السورية كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. اليوم ذكرى الثورة السورية في عامها 12، رغم أننا غطينا هذه التطورات الخاصة بالزملاء في أورينت، لكننا أيضا غطينا هذه الذكرى. اللافت أن بعضا من المتظاهرين في إدلب وفي ذروة احتفالهم ربما بهذه الذكرى رفعوا صور الزميل أحمد ريحاوي. واحدة من صور كثيرة رفعت اليوم في مختلف المناطق التي شهدت مظاهرات بمناسبة الذكرى 12 لانطلاق الثورة السورية. نذكر بأن القضاء التركي قال كلمته ورد شكوى أوكتاي الماز، لكننا كصحفيين في أورينت ونعتقد أن معنا كثيرون ينتظرون أن نرى الزملاء علاء فرحات وأحمد ريحاوي أحرارا وعلى رأس عملهم. التغطية مستمرة دائما عبر أورينت، نلتقي في وقت قريب، إلى اللقاء. مرحبا بكم مشاهدينا من العاصمة السويدية ستوكهولم، أورينت معكم من العاصمة اليونانية أثينا. هذا المخيم أقامته الحكومة اليونانية. أورينت معكم من هولندا وتحديدا من أمام كامب أو مخيم تير أبل. من أمام السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم، أورينت معكم كما تشاهدون خلفي. مشاهدينا الانتخابات السويدية الحالية هي. مرحبا بكم مشاهدينا من العاصمة البلجيكية بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم مشاهدينا من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. مشاهدينا مشاهدي أورينت، نحن معكم من معبر ميديكا على الجانب البولندي من الحدود الأوكرانية البولندية.